بما تأمر؟ ذا أمرك. ماذا؟ أمرك؟ أبني. أمرك. ماذا؟ مستعدة. أعمل. فارس. أمرك. بما تأمر. مستعد. أبني. أهاها. بما تأمر. إنها أوامر. سأفعل. أمرك. أعمل. تم الأمر. أجمع. مستعدة. أمرك. ماذا؟ بما تأمر؟ تم الأمر. ذاهبة للصيد. أمرك. أعدم. بما تأمر؟ ماذا؟ أصطاد. ماذا؟ مستعدة. الحطب. كشاف. أجل. ماذا؟ ذاهبة للتنقيب. بما تأمر؟ بما تأمر؟ أبني. أمرك؟ بما تأمر؟ مستعد. سأنفذ. بكل تأكيد. سأنفذ. أمرك؟ أمرك؟ ماذا؟ أيها القرويون، أجمع كما تشاء. ما الأوامر؟ ماذا؟ سأذهب. بما تأمر؟ أنقذ. مستعدة. ذاهبة للتنقيب. بما تأمر؟ ماذا؟
مر. أقطع. بما تأمر. تم الأمر. ماذا؟ بما تأمر؟ كشاف، أصعدوا على ظهر الحصان. ماذا؟ أمرك؟ ماذا؟ أنصتوا! ذاهب للتنظيف! كما تشاء! بما تأمر؟ ما الأوامر؟ أمرك! أمرك أيها القرويون. أمرك الحطب تقوم. جيد، مستعد. الحطب مشدود، سيتم تشييد ذلك. جاهز للعمل. استعدوا أيها الجنود، هيا لنذهب. ما حاجتك؟ لدي مهمة. سأقطع الحظ. لدي مهمة. أتحرك الآن. أجل. مرحبا. ما حاجتك؟ سأبني هذا. العمل. جاهزة؟ أوامرك يا سيدي. أجل. مرحبا. أمرك يا سيدي، مستعد. وصل الكشافة. أعبر راكبا. القرويون مستعدون. الميليشيا مفهوم. ما حاجتك؟ سأبدأ العمل. ما حاجتك؟ جيدة جيدة. لدي مهمة.
سيتم تشييد ذلك. سأبني هذا. نتعرض للقاتل. أنصت. اضغطوا عليهم. أعطني أمرك. أسمعه. الخيالة مستعدون. أحسنوا التصويب. ما حاجتك؟ أجمعوا الحطب. تم جيدا. أصبوا. القرويون هنا. أجل. مرحبا. أجل. مرحبا. جاهزون للعمل. سيتم تشييد ذلك. سأبدأ العمل. الفارس مستعد. أتحرك الآن. ما حاجتك؟ يعجبني ذلك. لدي مهمة؟ الصيد مش لدي مهمة؟ سأبدأ العمل. لدي مهمة؟ سأبني هذا. ما حاجتك؟ ما حاجتك؟ سأبني هذا. أجل. جاهزة للعمل. جيدة جيدا. سيتم تشييد ده. ما حاجتك؟ جيدة جيدا. سأبدأ العمل. أجل. مرحبا. سأبني هذا. جيدة جيدة. أجل. مرحبا. سيتم تشييد ده. لدي مهمة. سأحصل على اللحم الآن. أحدهم يطلق علينا. انتبهوا. أمرك سيدي. لدي مهمة. إنهم يطلقون علينا. سيتم تشييد ذلك. سأبدأ العمل. استعدوا جميعا. سيتم تشييد ذلك. ما هي الأوامر؟ أسرعوا. أجل. مرحبا. سأبدأ العمل. أجل. أصغوا. سأبني هذا. استعدوا جميعا. الأوامر القادمة. أحد يطلق علينا. لدي مهمة. كما تشاء. إلى التعديل. فرح.
أعطني أمراً. أنا ذاهب على ظهر الجمل. الخيال مستعد كما تشاء. السهم في وضع الاستعداد. إلى أين أذهب؟ سأذهب. القرص على استعداد. بذلت مجهوداً جيداً. حسناً، ما المطلوب؟ ماذا لديك لأفعل؟ أنا ذاهب للتنقيب. حان وقت العمل. لقد عثرت على الأعداء. لديك لأفعل؟ ماذا لديك لأفعل؟ بذلت مجهودا جيدا. ماذا تأمرني أن أفعل؟ نتهرب من إيران العدو! فانطر! هذا أمر هام! سأفعل! قاتل! هو ليس فاضلاً منا! قريباً سأفعل ذلك! مفهوم! أطيع الأوامر! وضعت سرج الحصان. الكشاف أمضي إلى الأمام راكباً.
الكشافة مستعدون لركوب راكب كما أمرت. على استعداد لبعض العمل. أعطني الآن وقت العمل. ماذا لديك لأفعل؟ حان وقت الأوامر. لا، نحن تحت القصر. سأبني ذلك لأجلك. قريبا تأتينا أوامر جديدة يا رجال. جاهز. اتبعوني أيها الجنود الشجعان. على استعداد لبعض العمل. ذلك عما قريب. حان وقت العمل. انتبهوا جميعا. سأفعل ذلك الآن. لدينا أوامر للجزير معي. حان وقت العمل. اصغوا جميعا. التعدين هو حياتي. امضوا معي أيها الجنود. أصغوا جميعا. سأبني ذلك الآن. صمتا، هذا أمر هام. انتبهوا يا رجال. أمرك هذا القضايا. مجهودا جيدا. قريبا تأتينا أوامر جديدة يا رجال. ماذا لديك لأفعل؟ ماذا لديك لأفعل؟ سأبني ذلك الآن. سأبني ذلك هذا الأسيب سيدي. شددنا ولقمنا. حسنا، ما المطلوب؟ سأنهي بناء ذلك عما قريب. بذلت مجهودا جيدا. جيد، تم على أكمل وجه.
يسرني ذلك. سأنف أمرك. أنا مستعد في انتظار التعليمات أيها القرويون. سأحرص على تشييده جيدا. أوامر جديدة. قفوا مستعدين. ما حاجتك إلي؟ أنصتوا جميعا، الأوامر قادمة. انتباه، لدينا موجة نقصدها، فلنتحرك. سأشيد هذا. لن ترتاح قلوب الأشرار. أيها القرويون، حان وقت إنهاء الأمور. أنا مستعد لتلقي التعليمات. أنا استعدادا للمهمة التالية. ما حاجتك إلي؟ أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. لن ترتاح قلوب الأشرار. مبنى لتلقي أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. سأحرص على أطوق إلى الذهاب. نتجه نحو في انتظار أوامري. صمتاً واسمعوا الأوامر. أرتب على استعداد للمهمة التالية. أنصتوا جميعاً، الأوامر قادمة. حسناً، فليتحرك الجميع. لن ترتاح قلوب الأشرار. أنصتوا جميعاً، سنتلقى الأوامر. تحركوا. على استعداد للمهمة التالية. أنصتوا جميعا، الأوامر قادمة. لدينا وجهة نقصدها، فلنتحرك.
لن ترتاح قلوب الأشرار. أصابك الشرف بوجود أعدائك القريبين. لدينا أوامر قادمة، تحركوا وفكروا. ماذا أفعل؟ أمرك واضح. أنا أرى العدو هنا. انتباه، الأوامر قادمة. من دواعي سروري أن أعمل في مناشنك. نيران العدو، سنهال علينا. أنصتوا إلى الأوامر يا رجال. الفرسان طواق، أطيعوا وأقودوا إلى الأمام. كما أنا مستعد لتلقي التعليمات. أنصتوا جميعاً، الأوامر قادمة. سأحرص على تشييده جيداً. أمرك. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. سأشيد هذا البناء. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. الأعداء قادمون إلينا. سنحظى بأوامر يا رجل، خدمتك شرف لي. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. أنصتوا إلى الأوامر يا رجال. تعرضوا للإطلاق. لا شك. ارتاح قلوب الأشرار. سأحرص على تشييده جيدا. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. مثلا لتشييده. انتباه، الأوامر قادمة. سنحظى بأوامر يا رجال. كما تشاء. إلى الأمام، لا تختبئوا في القلب. إنهم يصوبون علينا. أعطني أمرا. على استعداد للمهمة التالية. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. طاعة من يأمر بالفضيلة نحن نتعرض لقصف العدو لأجل أن ينعم شعبنا بالمجد. سوف أضع أوامرك عند تنفيذ.
لن ترتاح قلوب الأشرار. سأحرص على تشييده جيدا. لن ترتاح قلوب الأشرار. أنصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. لدينا أوامر. الطاعة شرف لي. أنصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. من دواعي ضروري أن أعمل في مناجمي. نيران العدو تنهار علينا. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. مبنى لتشييده. سأشيد هذا البناء. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. القرويون جاهزون وفي انتظار العمل. المنجم؟ أنا في الطريق. لن ترتاح قلوب الأشرار. أتطلع للذهاب إلى المناجم. لا يهرب أحد. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. نحن تحت القصف هنا. لن ترتاح قلوب الأشرار. أنصتوا جميعاً، الأوامر قادمة. سأحرص على تشييده جيداً. كما تشاء. لن ترتاح قلوب الأشرار. من دواعي سروري أن أعمل في مناجمك. الآن يا رجال، انتبهوا. يجب أن ينفذ. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. يعجبني أسلوبك. أنصتوا جميعا، الأوامر قادمة. من دواعي تتعرضوا لقصف العدو. حسنا. ما حاجتك إلي؟ سأشيد هذا البناء. أنا مستعد لتلقي التعليمات. أحب العمل في الغابة. على استعداد للمهمة التالية. مبنى لتشييده. أجيد ما أفعل. نحن تحت القصف. هل يعرف أحد؟ لن ترتاح قلوب الأشرار.
لن ترتاح قلوب الأشرار. انتباه، الأوامر قادمة. سأحرص على تشييده جيدا. سنحظى بأوامر يا ريت. أنا أطيع أوامرك بالحرب. للمهمة التالية. متجهة كما أمرت. تسير قدماي على طريق فضيلة. لن ترتاح قلوب الأشرار.
سنتلقى نحن الفرسان مستعدون للمعركة. الجمال تنطلق بفعل الصف. ركبوا الجمال إنهم فوق السرود والعجول. أركبوا كما لتلقي التعليمات. سأشيد هذا البناء. يسرني ذلك. أوامر نحن نغادر هذه غيار الوحيد.
الطاعة واجبي. سلام أمرك يا سيدي. أطيع أمرك. إلى أين تريد؟ تتعرض لقصف العدو. اجعلوهم. لن ترتاح قلوب الأشرار. فلتكن الفضيلة درعي. أنصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. أتطلع للذهاب إلى المناجم. في انتظار أوامري. انتباه، الأوامر القادمة. سأبدأ بالإصلاحات. أعطني أمرا. سوف أتبع أوامرك يا سيدي. لن ترتاح قلوب الأشرار. العدو يهاجم هنا. ماذا لتشيده؟ سأشيد هذا البناء. لن ترتاح قلوب الأشرار. طاعة من يأمر بالفضيلة نعمة. إلى أين أسير؟ فنحظى بأوامر يا رجال. أنصتوا جميعاً، الأوامر قادمة. يسرني ذلك. سيخضع هذا المبنى للإصلاح. أنصتوا جميعاً، الأوامر قادمة. من دواعي سروري أن أعمل في المناجم. الآن يا رجال، انتبهوا، رحبوا بصحبتنا يا رجال. من يجب أن أطالب؟ القرويون جاهزون وفي انتظار العمل. المنجم؟ أنا في الطريق. إلى أين تريدني أن أذهب؟ أوامر جديدة. قفوا مستقبلا. اتبعوني وأنا أسير راكبا أمامكم. أمرك يا سيدي. أمرك. أنا مستعد لتلقي التعليمات. ما حاجتك إلى؟ لن ترتاح قلوب الأشرار. سأحرص على تشييده جيدا. لدينا أوامر قادمة. صدر الأمر. تحركوا وفكروا في الغنيمة. نتعرض للإطلاق. أنصت إلى الأمام. لا تختبئوا
في القلب. سأفعل ذلك. الفرسان مستعدون للأوامر. عاد استعداد لمحمد الثاني. الآن يا رجال انتبه. اسمعوا بحرص يا رجال. أنا أعرف وأقصد لكم. وأقعد كما تأمر يا سيد. انتباه، الأوامر قادمة. ما حاجتك إلي؟ أنصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. سأحرص على تشييده جيدا. صلحنا بأوامر يا رجال. أنا مستعد لتلقي التعليمات. لن ترتاح قلوب الأشرار. أين يجب أن أرمي السهم؟ ماذا لديك من أوامر؟ نحن نتحرك.
أنا مستعد لتلقي التعليمات. سأشيد هذا البناء. العدو لن تربح كل الأشرار. أبدا تشييده. الأوامر آتية. أنا أطيع بكل تأكيد. انتبهوا الآن يا رجال. الأوامر. واجبي هو الطاعة. مبنى لتشييده.
عمل جيد تم على أكمل وجه. أجيد ما أفعل. لن ترتاح قلوب الأشرار. لن ترتاح قلوب الأشرار. عمل جيد تم على أكمل وجه. عمل جيد. لديك أوامر من أجل. إلى أين أسير؟ أين يجب أن أرمي السهم؟ مبنى لتشييده مستعد لذهب إلى هناك الآن.